عليكم المتتبعين ديالي لزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم ملكه. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده يا ربي. واخا غبرت عليكم المتتبعين ديالي، ولاني غير بالحكم من نهار رجعت من طنجة وانا طايحه في الفراش، طايحه لا انا لا ولادي لا اختي فاطمه، كلشي مريضه. المتتبعين الله يشافي جميع المرضى يا ربي، والله العظيم الى هذا الروح المتتبعين الى مرضنا نيتو الناس كاملين سبحان الله العظيم. مرضوا كلشي مرض. نهار مشيت لطنجة عند اختي انتصار وانا رجعت مريضه. واش غنقول لكم المتتبعين، غبرت عليكم وشحال هادي ما صورت معكم بحكم المرض كما قلت لكم. ايوا كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. المتتبعين ديالي العزاز، المتتبعين ديالي اللي كيسولوا فيا، المتتبعين ديالي اللي كيكتبوا لي في التعاليق الزوينين، شكرا لكم يا اغلى متتبعين. ان شاء الله ملكه ترجع لكم طاقه ايجابيه غير تبرى ملكه. دابا كنت نسي ماري الكاميرا، نسلموا على المتتبعين ديالنا وعلينا. ومهم المتتبعين ديالنا اش غنقول لكم، شكرا لكم والله الا زعما اش غنقول لكم، درت واحد العائله من هذا اليوتيوب ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كيسولوا فيا كيعيطوا عليا سدوا احمد كي كنغبر شويه كيصوريو عليا ملكه فين غبرتي ملكه فين مشيتي. ايوا شكرا لكم يا اغلى متتبعين والله العظيم العائله وما كتسولش كما كتسول العائله اليوتيوب، العائله ديالك اللي قريبه راه ما كتسولش عليك، واخا تغبري من اليوتيوب ما تيقولولكش علاش غبرتي من اليوتيوب، ولكن المتتبعين ديالي، المتتبعين لا ديال الفيسبوك لا ديال التيك توك لا ديال اليوتيوب، شكرا لهم. واخا الفيسبوك المتتبعين راه هو اللي بغيتني تنزل، ماشي ديالي راه ماشي ديالي الفيسبوك، الفيسبوك راه حالين بسميتي دايرين ملكه ام نسيم، وكيهزوا الفيديوهات ديالي اللي طاح في اليوتيوب كيهزوا للفيسبوك، راه ماشي الفيسبوك ديالي انا، راه ما كنرميش الفيديوهات في الفيسبوك، كانت كنرميهم في واحد الباج، ولاني فاش الفيديوهات ديالي كيطرماو والله ياخذ فيهم الحق، والله العظيم اللي كيهز الفيديوهات ديالي كاع كيرميهم الله ياخذ فيه الحق، وحالين بالسميه ديالي ودايرين هذا هو الباج ديال ملكه ام نسيم الحقيقي. اش غنقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل. في شي ناس ما تيحشمو ما كيرهمشو الله ياخذ فيهم الحق، زعما كيهزوا الفيديوهات ودير الفيديو ديالك ولا ديري الفيديو ديالك وعطي وجهك للسوشيال ميديا وحطو، علاش كتهز الفيديوهات ديال الناس؟ علاش زعما علاش انت ما عندكش الوجه؟ ولا انت ما عرفتش انا دابا هادي واش راجل ولا مراه؟ واش ما عندكش الوجه اللي غتعطي للمتتبع؟ وسقع وجهك وعطيه للمتتبع، كما كنخرج انا قدام المتتبعين نهضر مع المتتبعين ديالي العزاز، تا ولا انتيا خرجي للسوشيال ميديا وبيني وجهك، ولا ماسخ ماسخ، بقا تهزي غير الفيديوهات ديال الناس من اليوتيوب وترميهم في الفيسبوك، والله نعالت الله عليك، كما بغيتي تكون راجل ولا مراه، الله ياخذ فيك الحق. ايوا اش غنقول لكم المتتبعين ديالي، اليوم درت واحد الغدي وايا اش غنقول لكم، صباح واحد البرد واحد البرد، نضت فطرت جمعت الكوزينه في المعينات ديالي، رديت كلشي بلاصتو، قلت لكم واحد اللطه د الحوتيه المتتبعين، ما كانتش ناسي ما كانت في القرايه باش نشاركها معكم، ولكن ما لقيت لي صور ليا المتتبعين ديالي العزاز، كنت طالقه غير لايف تيك توك، الناس ديال تيك توك المتتبعين ديالي اللي متبعيني في تيك توك راه غيشوفوا ديك اللطه من الاول حتى الاخر. اش غنقول لكم واحد اللطا دابا تشوفوها معايا ان شاء الله. واش غنقول لكم المتتبعين ديالي، وتوحشتكم وقلت لناسي ما نجيب الكاميرا واخا ما شاركت معاهم الروتين من الاول حتى الاخر، المهم غير نشاركوا معاهم دابا، راه الصوت ديالي باقي بحبح باقي الروح باقي، اش غنقول لكم والله العظيم دازت علينا، والدعوات ديالكم تاع الوالده ديالي واختي فاطمه، اختي فاطمه هي دازت عليها مرضات اخي وهي ما خصهاش تمرض، هي مع القلب مرضات وتخنقات عاوتاني حتى دازت عليها واحد الليله تخلعتني. ايوا الشفاء العاجل لكل مريض يا ربي، والله يرحم اللي ماتوا، والله يعفو على اللي مرض، والله يسهل على اللي كيتمنى شي حاجه، يعني كيتمنى شي حاجه كما بغات تكون الله يسهل عليه يا ربي. والدعوات ديالكم معنا المتتبعين ديالي العزاز، وشكرا لكم على الدعم ديالكم ليا، وزيدوا دعموا اختكم ملكه، راه اختكم ملكه اش غنقول لكم، راها ان شاء الله كتوجد لكم وكتقاد لكم، ومهم راها في الطريق ديال التحضيرات ديال سيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي، راني كنوجد ان شاء الله غندير لكم الزميطه
غندير لكم ان شاء الله غادي نبدا الشباكيه. الناس طالبين الشباكيه بزاف، الناس ديال اوروبا باش توصلهم بكري ان شاء الله يا ربي، حيت شعبان ما بقى ليه والو يدخل. وان شاء الله دابا نحط لكم فيديو ديال الزميطايه اللولى، ونحط لكم النمره ديالي اللي بغى شي حاجه مرحبا به والف مرحبا يا اغلى متتبعين ديالي العزاز. شكرا لكم، والله يكثر خيركم، والله ينوركم، والله يسهل عليكم، الله يحفظكم كما كتبغيو اختكم ملكه. تا انا كنبغيكم يا اغلى متتبعين والله العظيم كما كتبغيوني. تا انا فاش كنحل الكاميرا وكنهضر معكم راه عقلي كيتفاجئ المتتبعين والله العظيم، الا كيتفاجئ عقلي. واش غنقول لكم؟ الله يسهل عليكم ويسهل على اي واحد، والتضامن ديالكم معايا شكرا لكم. مهم الناس كاع اللي كيتضامنوا معايا الله يحفظهم، الله يجازيهم بخير، والله يقويني تا انا على وليداتي ان شاء الله، كبرهم ونكون معاهم حتى يوصلوا لبلاصتهم يا ربي. هادشي اللي كنطلب الله، الله يعطيني القوه للمتتبعين وشكرا لكم. وغنخلي كلمه لنسيمه. الناس اللي كيسولوني على نسيمه، السلام عليكم متابعين ديالنا العزاز، نتمنى راكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم فيديو جديد، انا جديد بعد غياب لواء طويلة في المتتبعين ديالنا. سمحوا لينا حيت غبنا عليكم، سمحوا لينا بزاف بزاف، ولكن بحكم رمضان المتتبعين دا غمر الحقيقه من الله يفرجها وصافي، والله يعفو علينا على المسلمين اجمعين حقيقه، حتى المتتبعين ومرضات ماما ومايا، مرضات طاطا، خوتي احمد هيتا جنور، كلشي مرض الله يستر، الله يدير لي فيها الخير. هادشي نقول لكم، وشكرا للمتابعين ديالنا العزاز اللي كيسولوا فيا ولا كيسولوا فينا، شكرا لكم بزاف بزاف والله المتتبعين. كنقرا التعاليق ديالكم لدابا، باقي كنعاود التعاليق ديال الفيديوهات اللي قدام، هذا كنلقى بزاف ديال الحب ديالكم لينا، شكرا لكم المتتبعين بزاف بزاف. العائله الثانيه ديالتنا هي هذه، نتوما كتسولوا فينا كما قالت ماما اكثر من العائله، والله يخليكم لينا، الله يطول في عمركم لينا ويطول في عمرنا ليكم ان شاء الله. والمتتبعين اللي بغيتنا نطلبكم انا واحد الطلب على المتتبعين، اللي نتمناكم كلشي المتابعين ديالنا اللي عندنا في القناه ديالتنا غادي يدخلوا لنا واحد الباج المتتبعين، غادي نطلبكم انا عليها التي اجي متتبعين. ها هي الباج اللي قلت لكم غنطلبكم كلشي بالسينيال، ها نتوما الصفحه الرسميه لملكه ام نسيمه. وهادي المتتبعين راه ماشي الباج ديالنا، راه هاد الباج تحلات شي واحد اللي حل. ها نتوما المتتبعين نبغيكم كاملين ديروا السينيال لهاد الباج هذا. الفيديو اللي لحت ماما المتتبعين في اليوتيوب كيطلع هنايا، ها نتوما الفيديوهات كلشي لايحينهم هنايا، ها نتوما كلشي مليوح هنايا. كنطلب منكم المتابعين ديالنا باش الا كنا عزازين عليكم دخلوا صافي شتا دخلوا هاد الباج هذا، بغيتكم كلشي سينيالي، راه واحد السينيال مع واحد مع واحد راه غادي ان شاء الله غادي هاد الباج هادي ما غاديش تبقى، وان شاء الله في هاد الايام غادي نحل الباج، غنصيب واحد الباج فيسبوك اللي غادي وغادي نحطها لكم، غادي ندير عليها فيديو باش تشوفوها وتعرفوها ديالتنا. اما هادي المتتبعين اش بغاو عند الواحد كما قالت ماما، الواحد يمشي ويهز فيديوهات ديالو، يدير فيديوهات ديالو ويلوحهم، ولكني لا ياخذ الحق كما الظلم هذا، باش الواحد كيخدم على راسو كيخدم على وليداتو وكي في الاخر تجي نتا تلقاها بارده ولا تلقاها سهله ليك، وتهز الفيديو وتلوحو عندك في القناه، حيت ما عندهمش الوجه اللي غيعطيو لهذا، تا حشومه كاع عطيت انت وجهك السوشيال ميديا ودير داكشي اللي كنديرو حنا، الا كنتي ما ولا راجل الا كنتي قاد ولا قاده عطيت انت وجهك الكاميرا وعطي داكشي اللي كنعطيو. والحمد لله عندنا متابعين ديالنا، ونبغيكم كاملين المتتبعين ديروا حمله ديال السينيال على هاد الباج هادي، كنطلبكم المتابعين وكنطلبكم بزاف سمحوا لي باش نديروا الحمله ديال السينيال على هاد، بغيت هاد 100 واحد 1000 واحد اللي عندنا هنايا ولا المهم المتابعين ديالنا كثار بزاف بزاف، كنطلبكم ها نتوما المتتبعين ها التصويره كذا هما هنا باش فيه داكشي باش داخله في اليوتيوب باش حتى هو هز ها نتوما. شوفوا شنو دار الصفحه الرسميه لملكه ام نسيمه،
هانتوما المتتبعين عنده 7500، 7000 حنا اللي غنستاهلو هاي المتتبعين. هانتوما الفيديوهات كلشي اللي دايرين هنايا، هانتوما كلشي الفيديوهات ديالنا لايحينهم هنايا. كنطلبكم المتابعين ديالنا الاعزاء عافاكم دخلوا سينياليو هاد الباج هادي باش نهار السينيال هادي نبدا نلوح لكم الفيديوهات كاع الفيديوهات اللي عندنا في اليوتيوب غنبدا نلوحهم في هذا، والفيديو اللي تلاح في اليوتيوب غادي تلقاوه في الباج ديالنا. غير دابا كنطلبكم تسينيال هاد الباج هذا باش ما يبقاوش الفيديوهات ديالنا يتهزوا، واخا نديرو لهم المتتبعين ما يتشارجاوش، راه كاينين الابليكاسيون بزاف باش غادي يتهزوا الفيديوهات ديالنا. الله ياخذ الحق. هادشي اللي نقول لكم المهم المتتبعين ديالنا هذا هو الحملات السينيال، بغيتكم ديروا الحملات السينيال لهاد الباج هذا. ملكة أم نسيمة، نتمنى اللي تفرج في هاد الفيديو يكملوا ويدخل فيسبوك يدير السينيال لهاد الباج هادي. بزاف الناس كيقولوا لي كنتفرجوا فيك في الفيسبوك، انا كنقول لهم ما كنحطش انا في الفيسبوك. انا شحال من واحد في البنات صحاباتي كيقول لي راه تفرجتيك في فيسبوك، تفرجت كنت عجب كيفاش هذا. وغنوري المتابعين ديالنا كيفاش يسينياليو. هانتوما كتجيو لهاد ثلاثه ديال النقط، ها هي ها هي سينيالي لا بروفيل، ها كتبدا وتنتي ديري السينيال من تما. انا درت انا ماشي مهم ماشي جوج كنديرها. ها نتوما كدير السينيال ليها، كنتمناكم كلكم سينيال ساهل، حاجه سهله تبكي في زعما غادي تسينيال. والمتتبعين ديالنا مهم هذا هو، ما عليناش صافي الله ياخذ الحق وصافي. غادي هي الزميطه ديال النفيسه مازال هنا، هانتوما تبارك الله شوفوا اللون ديالها دابا عطات واحد اللون ديك النهار والله ما عطاتها الكاميرا حقها. شوفوا تبارك الله حتى دابا ما عطياش الكاميرا، لا لا عطيها تبارك الله ما شاء الله، راه باقا ما داتهاش النفيسه. هانتوما المتتبعين، وقريب ان شاء الله غادي نصايب لكم، قريب ان شاء الله غادي نصايب لكم السلو ديال العبار للناس اللي كيطلبوا. راني دايره هنايا خاص دايره البربه، دايره البربه الطيب. دابا قريب ان شاء الله غادي نحط لكم تنتوما السلو بزاف ديال مني لكم، والف مرحبه وبقاو معايا ان شاء الله. غادي نجيب اللاطه الحوت نشوف كي دايره ونشاركها معكم يا اغلى متتبعين. التبين ديالي من بعد ما طابت اللاطه ديالي هانتوما كي جات تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هانتوما محمرين المتتبعين، هذا مهم داكشي على حقو طريقو. سلقت شويه خيزو، سلقت البطاطا وشرملت الحوت وهذا شرملت الخضره وشرملت درت لهم واحد الشرموله على حقها وطريقها. ودابا نعطي له ليله ماما خصك دير لنا شويه البقوله. دابا راه كاينه البقوله غنسخنها لكم وغنرا قطعت لكم الشماضه ونحط لهم هاد اللاطه اللي تبقاو فوق الطبله وياكلوها ولادي بالصحه والراحه. واللي تشي اللي تشها هاي يجي يديرها ليه. مرحبا بكم وسمحوا لي المتتبعين الى شهيتكم، سمحوا لي يا اغلى متتبعين ديالي. ودابا غادي نوجد ان شاء الله، واللي عزيز عليه ملك يدخل يدير لي السينيال لديك القناه ديال الفيسبوك، ديك مالكه الباج اللي عندي في الفيسبوك كما قالت لكم نسيمه المشي ديالنا. كلشي يدخل يدير السينيال، كلشي يدخل يدير ليه السينيال. الله المتتبعين لك الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم يا اغلى متتبعين ديالي. نتمنىكم المتتبعين ديالنا كاملين ان شاء الله تدخلوا تسينياليو هذيك الباج ان شاء الله. وغير غادي نسالي غير غادي نشوف هذيك الباج تسينيالات ما بقات، غنحل ان شاء الله باج فيسبوك الانستغرام راه كاين، تيك توك راه كاين، وغنبدا نحطهم لكم في اول تعليق ولا في صندوق الوصف. واللي بغاهم يدخل مرحبا والف مرحبا، اللي بغى شي حاجه مرحبا بيه. يلا المتتبعين ديالي الاساس، وما دا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى تبارطاجيوه وتبارطاجا هذا الفيديو في الفيسبوك، بغيتو يطيح في الفيسبوك نيت. دابا هذاك هو ما غايلوحش هذا الفيديو، ما غايلوحش هذا في الفيسبوك، ما غاديش يلوح هذا الفيديو، ما غايطرماش هذا في الفيسبوك. وسمحوا لي حسبنا الله ونعم الوكيل، هادشي انا نقول سمحوا لي المتتبعين اللي شهيتو يجي ياكل مرحبا به، وما بقى الا نقول لكم السلام عليكم.